لكم على الكلاس روم هيدي الفيش نفسها بزت عليها ابلكيشن بدكم تخلوهم ديفولب حضرتو. هلا حنكفي نحن الباقيين هلا بس، وبكره نعمل الدكتور. طيب كنا وصلنا هون للبارتي 10 و11 يمكن حسب ما بتذكر. طيب الديس بس بدي ارجع لها، مهمه مش صعبه ما فيها يعني. هي فكرتها بس تشوفوا انتجرال او على بيسانس ا اكس بلس بي، يعني اذا كان البيسانس تبع الاكسبونسيال بولينوم دو دوغري 1 يعني شكله هيك ا اكس بلس بي ما في اكس وطلع وطلوع، هيدي فينا ديركتومون نحطها كراجل 1 سور ا نقسم بالكوفيسيون دو اكس مضروب بالاكس بس او على بيسانس ا اكس بلس بي، يعني عكس الدريفي. الدريفي نحن كنا نعمل ا فوا او ا اكس بلس بي، بالانتجرال بتصير 1 سور ا هيدي. فهون مثلا بالبارتي 10 والبارتي 9 كمان اللي حليناها بيعتمدوا عليها الان. بارتي 10 اخترتها بهالشكل لانه في كثير انواع فونكسيون بيشبهوا هذا النوع. الاكس انتجرال لها هو اول شيء بلشنا فيه هون، انه انتجرال اكس على بيسونس ان، يعني اذا عندي اكس مش يو بهيدي الحاله فينا نحطها هي ديركتومون اكس على بيسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. فالانتجرال دو اكس هي ديركتومون اكس او كاري سور 2، لأن الـ x تعتبر x على بيسونس 1. نمبر 2 كونستانت، إذا ترجع على التابلو الأولاني عم بحكي نمبر كونستانت، الانتجرال تاعيته الكونستانت مضروب بالـ x. ليش؟ لأنه هي دائما الانتجرال هي الديريفي للجواب بده يكون بيساوي هذا الشيء اللي أنا بحكي هون. إذا بتعملوا ديريفي لمين اللي يعطيكم ديريفي للريزكس. هلا إجا دور الإكسبونسيال اللي هي صار عندها فورمولا هيتها. الدور بنطلعها برات الانتجرال، هي الدور اللي هون. دائما اي نمبر مضروب بفونكسيون بهذا الانتجرال فينا نطلعه لبرات الانتجرال، مش الاكس، الاكس ما بيحق لك تطلعه بس النمبر فينا نطلعه. فهون الدو طلعته هيته، وهون عم بعمل هلا بس انا صرت انتجرال لهيدا. هيدي شكلها او على بيسونس اي اكس، يعني هي ذاتها هاي بس كانه البي ايجار ازيرو، اصلا البي ما لها قيمه بالجواب ما في بي برضه. بتصير ان سيور ا، بس عليك تشوف شو هو الا، يعني من هو النمبر مضروب بالاكس، مضروب بالإكس هون هو موان دو، فبتصير 1 سيور موان دو بالمصاري. هو على بيسونس برجع بكتبها مثل ما هي. هيدا الانتجرال للأو إكس. طبعا آخر شيء بس نخلص نحط بليس. نرجع نظبط لها شكلها لأنه هون ما بجوز نتركها هيك هون. في موان دو وفي تحت موان دو، بتروح لموان دو مع الموان دو. بتصير بلس هو على بيسونس موان دو. هيدا هو الجواب. أوكي؟ فطلع الانتجرال لهيدا هو ذاته. اللي بحب يتأكد شو في يعني. يعني لو فرضنا هو قال لك مونتري انه هاي الانتجرال بتساويها، اوقات على فكره بتصير هيك، اوقات اذا كانت صعبه هلا هي سهله ما بيعطوا فيها، بس اذا كانت صعبه الانتجرال بدل ما يقول لك انت تلاقيها، اوقات بيقول لكم مونتري كو الانتجرال ايجال ان سيرتان فونكسيون مثلهم. اذا قال لكم هيك ما في داعي تعملوا انتجرال سهل، ساعتها بس بتعملوا لهيدا ديريفي بس. ما هو هذا عكس ما هو دائما اتفقنا نحن الانتجرال هي بريميتيف، يعني عكس الديريفي. اذا بتعملوا ديريفي لهيدا فونكسيون يعني هاي تطلع 2 اكس سور 2 يعني اكس، وهيدي الديريفي ل 2 اكس هي 2، وهيدي الديريفي لها موان 2 او موان 2 اكس، بتكونوا انتم حصلتوا عليها. اكتبوا لها هيدا نوع من الاسئله اوقات بينسالها بالامتحانات. اذا كانت صعبه الانتجرال تحلها او بتاخذ وقت، ساعتها بدل ما يقول لك انت جيبها مثل هون، يعني بدل ما يقول لك كالكولي الانتجرال بيقول لك مونتري انه الانتجرال بتساويها. اذا قال لكم مونتري انه الانتجرال بتساوي فونكسيون ثانيه، ساعتها بيكفي تعمل لهيدا ديريفي. بكره بنكتبوا كمان هيك اضافه مثل هيك مثل الفورمولا يعني مثل هيك. طيب بكل الاحوال طلعت. بنروح للبارتي 11. بالبارتي 11 عندي شكل اكس او على بيسونس موان اكس 2. خلينا هون نرجع نذكر شو هن الفورمولات الاساسيه على هيدي، ما فيني احلها على اكس لانه هون طلعوا او على بيسونس هالمره فوق في عندي بولينوم دو ديجري 2، ما عندي بولينوم دو ديجري 1، يعني هيدا شكله مش مثل هيدا، مش اي اكس بلس 2. فهون بدي افكر بالاي. شو هن الفورمولات على الاي؟ اللي شفناهم نحن لهلا ثلاثة فيش غيرهم. يا اي بريم فوا يو على بيسونس ان، اذا شكلها هيك بيطلع ساعتها الانتجرال تبعها يو على بيسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. يا بيكون شكلها انتجرال اي بريم سور يو. هلا على فكره الاي بريم سور يو جاي دورك. هلا البارتي 12 و13 كلهم على هاي على البيرسري. ف
طبعا هون في الاكس نسيت احطها فوق. اوكي تطلع هيدي لاند فالور ابسوليت فاليو. يا هلا اللي حنحكي عنها هاي انتجرال. اذا عندنا شكل اي بريم يعني اذا انا قادر، مش عندك الشكل انت بدك تقدر توجده لهيدا، هي الفكره. اذا انا قادر اوجد بقلب الانتجرال هيدا الفورم يعني اي بريم فينا نحطها ديركتومون هي بقى بالسنس. طبعا هولي كلهم كويسين. ليش؟ هون لانه الديريفيل للان او هي اي بريم سوري، هون لانه الديريفيل للان او هي اي بريم فاضي. انا دائما بس بدي حل انتجرال بدي اعمل شانجمون دو فاريابل، يعني بدي اقول سواي ايجال كل شوز، بدي اكون مفكر قبل انه اي وحده المفروض تكون بتشبه اكثر شيء. يعني هي هاي المفروض تكون قريبه لاي فورم فيهم لهول. مبينه هاي كثير بتشبه عندك فونكسيون مضروب ب او على بيسانس، يعني المفروض مبينه بتشبه البريم فاضي بشكل شرط. عندك شرط اساسي انه الاو اللي بدك تختارها هلا لازم تقدر تبين منها انت البريم تحت، هذا شرط اساسي. يعني اذا هيدا كان الاو بولينوم دو ديغري 2 بده يكون البريم بولينوم دو ديغري 1، اذا الاو كان بولينوم دو ديغري 3 بده يكون البريم بولينوم دو ديغري 2 اتسترا. هذا الشيء انا قادر اشوفه بالصوره طلع، لانه الاو هون اكس وكاري مو اكس وكاري، يعني بولينوم دو ديغري 2 الديريفيلا له حينزل الان فبصير بولينوم دو ديغري 1، معناتها فيه نشتغل. فهلا اول شيء بعمله بختار الاو مش الاكسبوننسيال كلها، انتبهوا تختار الاو بس الاكسبوزون للاكسبوننسيال اللي هو مين؟ موان اكس وقريب. كومبري؟ ليه بلشت انا احط اجري على الخط هلا؟ لانه صار عندي هلا شكل او على بيسونس، صرت شايف انا او على بيسونس. بقي بدي اوجد مين بعد؟ الابريم. هذا بدي اوجد، هذه بعد ما عندي. طيب هلا الابريم مش ضروري يطلع اكس، في برا بعد في اكس. انا هدفي جيب الاكس هلا اون فونكسيون دو ايبريم، هي اللعبه. كرمال هيك بدي اعمل ايبريم. المفترض هلا بس اعمل ايبريم ساعتها انا راح تشوفوا انه بسهوله فيني اجيب الاكس اون فونكسيون دو ايبريم. شوفوا فيه. اذا عملتوا ديريفيل للاي شو راح تصير؟ موان دو اكس. كثير منيح. بينت الاكس ولا لا؟ بينت الاكس. بتجيبوا الاكس منها، يعني بنقسم اثنيناتهم بموان 2 بتصير x يقال كومبيان موان 1 دمي. خلصت. هلا شو بيجي بعمل؟ بحط محل ال x هون هيدا الشيء اللي طلع معنا اللي هو موان 1 دمي. يعني صار اذا بدكم كانه شكل الانتجرال، انتجرال محل ال x بنحط موان 1 دمي. هي هيدي فكره الشانجمون دي فاريابل، بس انه انا عم غير الفاريابل من x ل u، بس هي صار هيك شكلها. يعني هلا انا شو عملت؟ مش اخذت الاو هي مو اكس 2 بتحطه هون محل الاو مو اكس 2 بتصير او الاكس. انت لما طلعت معك الابريم ايجال مو اندز اكس جبنا الاكس اون فونكسيون دو ابريم، عم طلعت الاكس هي مو اندمي ابريم، قمنا حطينا محل الاكس مو اندمي ابريم. ونحن متفقين انه الكونستانت ما بيعطل همه لانه فيني طلعه لبرات الانتجرال، فبتصير مو اندمي برا هي هيك صارت جوا انتجرال ابريم فائض. صار عندي هذا الفورم والانتجرال للاي بريم فاضي هي بكل بساطه او، يعني بتصير مو اند مي او على بيسونس يو، والاو برجع بخطها مثل اللي هي مو اكس 2 فصارت مو اند مي او مو اكس. طبعا في بلس سي فهمنا. هيدي هي الانتجرال. اللي بحب يتاكد اذا بتعملوا ديريفيل هيدا بيطلع هو ذاته اكس فاضي مو اكس 2. الامريه الديريفيل للاو هي مو اند اكس، مو اند اكس مع مو اند مي بتصير اكس. هاي. اوكي طيب هلا صراحه هولي ما كثير مهمين، يعني انتم قليل ما يجيكم الاتيود دو فونكسيون او على بيسونس اكس وكاري، بس يمكن يجيكم سؤال بس خاص على الانتجرال مثل هون مثلا، فممكن تجي وحده مثل هاي. هاي بس بالاتيود دو فونكسيون صعب يجيكم، لانه نحن عاده بنحل انتجرال كرمال الاتيود، يعني بكره بصير في بارتي خاصه بالاير ساعتها بنصير بدنا نشتغل نكون مدربين على الموضوع. طيب ننزل لتحت هلا نحل البارتي الباقيين اللي هن هلا تري امبورتون 12 13 14 هول كثير مهمين. طيب يا بدنا نحل هيدا الانتجرال، انتجرال او اكس او اكس بلس 2. حتشوفوا انه هول ثلاثه كثير بيشبهوا بعض وهول كثير مطلوبين لكم، لانه انتم عندكم كثير انواع فونكسيون فيهم فراكسيون او اكس او اكس.
كتير في انواع فانكشنال، حتى حلينا منهم احنا يعني في وحده منهم حليناها او سؤالين حليناهم على اساس. طيب هون كيف بدي افكر انا؟ عندي فراكسيون هول كتير على فكره اهين شيء هول كتير هينين فكر فيهم. اول شيء ما فيني احله بشكل دايركت، يعني ما عندي اكس لحاله وما في خصم. اتفقنا نحن بالضرب وبالقسمه يعني بالفوا وبالديفيزيون ما فيك تقسم الانتجرال، يعني هيدي ما فيك تيجي تبيخها تيجي تعتبرها انتجرال اكس لحاله ديفيزي بار انتجرال اكس بلس 2 لحاله، اكيد لا. واضح؟ نحن الانتجرال بس فينا نقسمها بالصم اذا عندي بلس وموا، بس بالفراكسيون وبالبرودوي ما فيني اقسم. فانا بدي احل انتجرال لهي كلها فرض مره. فهون طبيعي افكر بالشانجمون دي فاريابل. طيب مين بتشبه اكثر هيدي جوا؟ انا في عندي تروا فورم، في عندي يو بريم هرجع اكتبهم فوا يو ارافيسونس ان، وفي عندي يو بريم سور يو، وفي عندي اللي هلا كنا عم نحلها يو بريم فوا يو. انا لازم تزبط وحده من هول الثلاثه عليها لهيدا بدي احلها. انت كيف بتفكر؟ انت بدك تفكر تختار اليو بشكل مناسب، انت بدك تفكر تختار اليو ليبين مين؟ ليبين الاثنين. طيب هون ممكن التلميذ يفكر بالاخيره لانه فيها اكسبوننسيال، بس ما راح تفيدك بشيء هاي. هون اليو بتختارها بس الاكسبوزون، هون ما بتستفيد شيء اذا اخترت الاكسبوزون اكس. يعني اذا قلت سوا يو ايجال اكس راح تضلها يو يصير يو بلس 2، ما بتستفيد شيء، ما راح يبين الاثنين. فهيدي بالشكل اللي عندنا فراكسيون، ولانه ما في بويسونس، ما في بويسونس يعني بلغي هاي، هيدي بدكم في بويسونس يو ار بويسونس اوكي. اصلا ما فيها فراكسيون، هيدي فيها فراكسيون وما فيها بويسونس لحتى اطلعها لفوق. بما انه هيدي ما فيها بويسونس معناتها هيدي اكيد مستبعده. بقي عندي خيارين، انا يا بده يكون شكلها مثل هاي تاني بي بريم سير يو، يا بده يكون شكلها مثل هاي بي بريم فوق. هيدي بعدنا هلا كمان استبعدناها لانه ما بتزبط بي بريم فوق، ما فيك تختار يعني شكلها مش هيك، ما بيشبهها، ما في فوا. تبوا هول الاثنين اللي بيميزهم انه فيهم فوا، هيدي الوحيده اللي فيها فراكسيون بي بريم سير فراكسيون واضح. بس يكون عندكم فراكسيون الى نيميراتور ودينوماتور ما في اكسبوزون، يعني ما في بويسونس شيء، ساعتها بدك تفكر به. معناتها هون واضح مين هي اللي بدي اختارها اليو اللي تحت. هي هيدي طبعا حيطلع جوابها هلا بعد شوي، لاند فالور ابسوليت. فهون بدنا نختار اليو مين دائما الدينوميناتور، بشرط انه الاي بريم يبين فوق. هلا بشوف اذا اخترته هون الاي هي او اكس بلس 2 مختار الدينوميناتور، صرت انا حاجز محل تحت للاي، يعني صار عندي لهلا انتجرال لشيء سيري. بقي عندي لاي الاي بريم فوق، بدي احاول لاقيها للاثنين. هات نشوف. انت مجرد ما تجيب هون الاي بريم يعني الدريفي، انتبهوا هون هذا السطر الاول انتوا عم تعملوا دريفي، اوكي انتوا هون عم تعملوا دريفي مش عم تعملوا انتجرال. انت لما عم تختار سواء يو لتجيب الاي بريم انت عم تجيب دريفي لفونكسيون، فالدريفي للاو اكس هي او اكس والدريفي للدو زيرو. طيب طلعت الاي بريم ايجال او اكس، خلصت يعني الاو اكس فيك تحط محلها شو اوين هلا الاي بريم، حتى ماني بحاجه لاعمل فيها شيء هاي، لا اضربها ولا لا اسمها ولا شيء، هي الاو اكس طلعت الاي بريم. فلك شو صارت بكل بساطه؟ صارت الانتجرال عم نعبيها عادي، عم نغير الفاريابل نحن، عشان هيك بنسميها شانجمون دو فاريابل. الدينوميناتور هو او اكس بلس 2 سمعناه يو، قامت طلعت لحالها هي طلعت مسيسره معي، قامت طلعت الاو اكس اللي موجوده فوق هي ذاتها مين؟ الاي بريم. بتشيل الاو اكس وبتحط محلها الاي بريم. صار عندي شكل انتجرال الاي بريم سير يو، قد ايه بتساوي الانتجرال الاي بريم سير يو؟ هي لان دو فالور ابسوليت. سيتادير لان دو بترجع بتحط الاي بي مثل اللي انت اخترتها، مين هي الاي؟ اكتبها بتحط الاي مش الاي بريم، الاي الاي هي او اكس بلس 2، يعني صارت لان دو فالور ابسوليت او اكس بلس 2. طيب الاو اكس بلس 2 بما انه هو تجور بوزيتيف، لانه الاكسبوننسيال بوزيتيف وبلس 2 كمان بوزيتيف، لان لحيالله شيء بوزيتيف اون فالور ابسوليت، ساعتها الفالور ابسوليت ما بقى لها قيمه. هي بنعرفها من صف السكوند انه فالور ابسوليت دو ا بتضل بتساوي ال ا اذا كانت ال ا شو؟ بوزيتيف. فانا لشو اتركها اون فالور ابسوليت؟ هلا اذا تركتوها مش غلط، بس هي الافضل نطلع منها. فبتطلع ساعتها اللان للفالور ابسوليت دو هي بتطلع هي ذاتها لان دو اكس بلس بلس مثلا. هول دائما بيطلع شكلهم هيك لان لاكسبوننسيال دائما. هلا اللي بحب يتاكد عملوا ديريفي لهيدا،
اذا عملتوا له دريفيه، شو الدريفيه للام؟ مش بنعمل دريفيه جوا هي اي بريم، يعني الدريفيه للاكس بلس 2 هي اي اكس سير اي، يعني سير اكس بلس 2 خلص. كثير سهل هيك عملها دريفيه بس هي الوحده فيهم هذيك بتطلع هي غالي. اوكي فهولي شكلهم اي بريم سير اي، طلعت اوام لاند كوا، يعني بيطلعوا دائما لاند اي، يعني لاند للدرمناتور، يعني لاند لمين؟ للاكس بلس 2. هلا هيدي سهل كثير لانه الاكسبوزون ساعدني اكس. هلا حنشوف البارتي تريز اذا الاكسبوزون كان اكثر من اكس، يعني هون مثلا دوز اكس. نحن بنمشي بنفس البرنسيب، نحن دائما اتفقنا هيدي شكلها بيشبه هاي البريم سيري، فنحن بدنا نختار الاي اجباري الدرمناتور. بس هالمره شوفوا شو بصير اذا اخترتوا الاي اي على بوسونس دوز اكس مون 1. لما جبتوا البريم هلا الدريفي، الدريفي للاي دوز اكس بطلت اي دوز اكس لحالها، صارت دو اي دوز اكس. ما تنسوا الدريفيه هون، شو كنا نعمل لما نعمل دريفيه؟ كنا نعمل دريفيه لهذا اللي فوق هذا. شو الدريفيه لدوز اكس؟ 2، فصار 2 فوق دوز اكس. كثير انا هون ما عندي 2 بقلب الانتجرال، عندي او دوز اكس. فشو بعمل؟ بجيب الاو دوز اكس. عم تسمعوني كلكم؟ عم بقول الانترنت ستيبل. هلا مش الحد كان موقف، هلا مش الحد. يا اذا اي بريم هي 2 فوق او دوز اكس، هيدي من وراها انا قادر اجيب الاودوز اكس. ليه؟ لحطها بقيمتها هون. انا عيني دائما على الفراكسيون، انا هيدي لقيت حلها لها خلص، هيدي عرفت انه هي بده احط محلها اي فوق. هلا بدي اجيب هيدي اون فونكسيون دو اي بريم كرمال احط فوق البريم. فهلا اذا الاي بريم هي 2 فوق اودوز اكس بنقسم ب 2 بتصير الاقرب بوسونس دو اكس شو هي؟ ان دومي اي بريم. فلك هلا شو بعمل؟ بجي بحط محل الاودوز اكس ان دومي اي بريم. ومحل هيد الدرمناتور اي، فصار عندي بقلب الانتجرال اندومي اي بريم سيري. الاندومي شو متفقين نحن من زمان؟ انه بقلب الانتجرال النومبر تطلعوا لبرات الانتجرال، فبتصير هيك هي اندومي بتطلع لبرات. فهمتوا؟ يعني هون محل الاودوز اكس نحن شو قلنا بتساوي؟ اندومي اي بريم، عملنا سبستيتيون لها بس. بس انتم عم تعملوا سبستيتيون عشان تكسبوا وقت، كل شيء في نومبر عادي مضروب بالفونكسيون طلعوا له برات الانتجرال. يعني هذا النومبر هيته، وهذا الاندوميز طلعته برا انا. بقي عندي شو جوا؟ اي بريم سيري. انتجرال اي بريم سيري هي انتجرال، شو الفونكسيون تاعتها هاي؟ لاند. هون طلعنا من الانتجرال، هون ما بقى تكتبوا انتجرال. انتبهوا؟ تبعتوا السيمبول هيدي الانتجرال ما بتحطوها بس تحلوها، خلص. انحلت الانتجرال فصارت لاند كواد وفلر ابسوليوت. ترجعوا هلا بتحطوا الاي بي امتها اللي هي دوز اكس موان 1، فصارت فينالمون اندمي لان دو او دوز اكس موان 1 اون فالور ابسولي بلس. هون مثل ما شفتوا ما قدرت اطلع من فالور ابسولي لانه اللي جوا هيدا منه تجور بوزيتيف، لانه في موان 1 مش بلس، فبترك الفالور ابسولي عادي ماشي. بس طلع شكله مثل اللي فوق، طلع هي طلع شكلها لان لا اكس بلس 2، هيدا طلع شكلها لان لا او دوز اكس موان 1، بس الفرق انه هيدا مضروب بشو هون؟ باندمي. الفرق اوكي، بس انه دائما بيطلع عندي الفورم لان للدرمناتور ماشي. طيب لنتاكد اكثر هلا انه فهمنا، راح نحل كمان البارتيكاتورز اللي بتشبههم. طيب بارتيكاتورز انتجرال لهذا الفونكسيون كله. طيب اول شيء فينا نقسم الانتجرال هون بالصم، قلنا نحن بس يكون في بلس وموان فينا نقسمه، يعني كاني انا عم حل انتجرال للاكس لحالها و انتجرال لهذا كله لحاله. الانتجرال للاكس معروف صار هو اكس دو سور دو، هذا بنعرفه من اول الدرس. مو ليك شو عملت هون لريح حالي انا؟ هيدا الدو بعدني هلا عم اقول انا اذا عندكم نومبر مضروب بفونكسيون فينا نطلعه برات الانتجرال. فبتصير هلا اذا بدكم فيكم تخلوها دو ما في مشكله، بس مش بدي فيها انا، احنا بتلبكني هلا بالكالكيوتر بطلع لبرا. يعني هيدي الدو اللي كانت هون انا جيت طلعتها لبرات الانتجرال. اوكي فصار 2 انتجرال لاو 1 دوز اكس سي تو. انا هلا هدفي حل هالانتجرال. هلا هيدي شكلها مثل هول اللي فوق اللي حلينا، وبرجع بنقول من هول كلهم بعد شوي. يعني هلا الاي اللي بدي اخذها انا عم طلع بس بهاي اللي هلا علمت لكم اياها. فمثل العاده كمان شكلها هي فراكسيون، معناها تقريبا ليكون شكلها اي بريم سي. بناخذ الاي هو الدرمناتور. على فكره لاحظوا شغله ما كفي، كل مره الاكسبوزون عم بيكون هو ذاته فوق وتحت، ها والا ما بتظبط الدريفيه. هذا شيء شرط اساسي، يعني مش صدفي هون،
يعني هلا البارتي اللي قبلها كانت هيدي اودوز اكس، وهيدي كمان هون اودوز اكس، اللي فوق كانت او اكس و او اكس، اجبار يكونوا مثل بعض. اذا هودي كانوا عكس بعض بتصير انتجرال كثير كثير صعبه، ما فيكم تحلوها بسهوله بتصير. بس انا بدي اعطيكم سيره مساعده معينه، ماشي؟ بكره اذا مره بنخبركم. طيب بكل الاحوال هون هلا لما انت بتختار الديناميناتور مثل ما صرت معود، شوفوا هلا نحن هدفنا نلاقي فوق الام 1 دوز اكس اون فونكسيون دو ابريم. هذا هو. شوفوا هلا يعني هلا اهم شيء انت عم تجيب الابريم تقدر تشوف الام 1 دوز اكس كرمال تجيبها وتحطها بقلب. هي هي الفكره. فهلا هون اذا الاي هي هاي اعملوا ابريم، الدريفيلا تروى راحت زيرو. هون عم نعمل دريفيلا، هيدا نحن عم نشتغلوا دريفيلا هلا مشان ديجرال. الدريفيه شو كنا نعمل؟ كنا نعمل دريفيه للاكسبونسيال ونضربه بالدو، فبسرعه بيطلع عم 1 4. يعني كانك عملت دريفيه للام 1 دوز اكس اللي هي 1 2 مضروب بالدو فصارت 1 4. فهمتوها؟ الاو ا اكس الدريفيه له اه فوا اه اللي هون برا صارت 1 4. طيب المهم طلعت الابريم 1 4 ام 1 دوز اكس. انا ما بدي 1 4، انا بدي بس الام 1 دوز اكس. هي شو بعمل؟ بيجي بجيب الام 1 دوز اكس منها، يعني بياخذ المون كاتر اللي هونيك بقسمها فيها، فبتصير الام 1 دوز اكس هي مو ان كار ايكول سير مون كاتر. يا جماعه هي مو ان كار، بس تفهموا انا هون عم رتب شغلي بس، يعني هي انتم معودين عليها هيك، يعني انتم المفروض تكتبوها هيك ام 1 دوز اكس ايكول اي بريم سير مون كاتر. هيك انتم بتعرفوا، بس اي بريم سير مون كاتر فينا نحطها انا مو ان كار اي بريم، دائما نفصلوا النمر عن البريم. هي هي. فهلا شو بدي اعمل انا بالانتجرال؟ بس مطلوب مني هيدي الام 1 دوز اكس اللي طلعت معي بدي احط محلها فوق موا انكار اكريم، بس هيك. وتحت في عندي يو، والموا انكار ما بتشغل لي بالي لانه فيني اطلعها برات الانتجرال. ما بعرف شو صارت هلا. الاولى اكس 2 سير 2 حليناها من شوي، موا 2 انتجرال، يعني هلا هي عم برجع بنقلها انا. هلا صار اكس 2 سير 2 موا. لك شو بعمل؟ 2 بتركها. هون بدي اطلع الموا انكار لبرا. طلع في عندي فوق موا انكار بريم، يعني هيدي كانها موا انكار هيدا موا ان سير كاتر بريم. قمت لموا ان سير كاتر طلعتها لبرات الانتجرال، صارت دو فاكتور موا انكار هيدا انتجرال بريم سير. فهلا بتصير اكس دو سير دو، هون صارت هلا موا دو فوا موا انكار بلس ان دمي حسبناها لان دو فالور ابسولي دو مثل العادي. انا بهمني اخلق هيدي، المهم شوفها لهي انتجرال ابريم سيري. فصارت هلا لان دو فالور ابسوليت، برجع بحط الاي بقيمتها سان فالور ابسوليت كمان. ليه؟ لانه هيدا توجور بوزيتيف. طلع هي كتبت لكم اياها 3 بلس 2 ام 1 اكس، كمان للمره الثانيه هيدا توجور بوزيتيف، ففي يطلع برات، يعني في ما عادش في داعي نحط فالور ابسوليت، بس بنحط الاي بقيمتها اللي هي 3 بلس 2 ام 1 اكس. هيك بكون هيدا الجواب. اوكي فهيدا هو الدرس بالانتجرال. بعد ما خلصنا اكيد اللي حنشرحه بكره هو فكره الانتجرال ديفيني، بس بدي اقول لكم شو فكرتها الديفيني من هلا، هي سهله كثير. نحن اصعب شيء حليناه هلا هي فكره هول الانتجرال كيف نحلها، وحاعطيكم ابلكيشن عليها هلا موجودين. بس هي الفكره بكره بصير عندنا انتجرال هيك مثلا اونتر دو نومبر انتجرال دو اي بي مثلا، يعني هلا هي الانتجرال اللي كنتوا عم تحلوها انتم بتصير تشوفوها اونتر دو نومبر، بتصير هذه بنسميها انتجرال ديفيني. انتوا اللي عم تشتغلوا هلا انتجرال انديفيني. فشو بتصير هاي؟ بس الفرق انه بس تلاقي البريميتيف تاعيتها، يعني هو اللي عم نلاقيه هون، ما بقى بتحط بلس سي، ما عادش لها داعي تحط بلس كونستانت، بس بتصير تعوضها. اول مره بتعوضها بالبي، وثاني مره بتعوضها بالا، وبتحط بيناتهم هون. يعني بتصير جران اف دي بي 1 جران اف دي بي، بس بيطلع نومبر ريال. يعني بار اكزامبل افترضوا هون هيدا الانتجرال بارتيكاتور مثلا عم بتحل انت اونتر 0 اي 1. شو يعني اونتر 0 1؟ يعني هون اخر شيء بس وصلنا ما بقى بتحط في السي، هاي اللي بتصير اونتر 0 اي 1، بتعوضوا اول شيء محل الاكس 1، تفتح بارنتيز كبير هيك، بتعوض محل الاكس 1 يعني ان دي مي، فهمتوا كيف؟ حطوا عادي محل اكس 1. لا راح هيدي اوكي، بتحطوا محل الاكس يعني اند مي بلس اند مي لان 3 اتسترا، بتحسبها عادي بلس 2 1 2، وبترجع مره ثانيه
تحط موا بيناتهم، موا هيتها موا اف دو ار، ترجع تفتح برونتيز ثاني بتحط محل الاكس زيرو، يعني بصير زيرو سير دو بلس اكسترا، بيطلع نومبر عادي. هذا الفرق الوحيد، هذا هو النومبر، هذا هو الانتجرال ديفيني اللي حنشرحه بكره، موجود بالكتاب عندكم يعني، حنشرحه بالكتاب ماشي. وساعتها بس نحن هدفنا نعرف نحل الانتجرالات، ساعتها الانتجرال بنفس الطريقه بتحلوه هون، بس اخر شيء بدل ما تحطه بلس سي بتصير ما عادش بتوقف هون، انت بتصير تعوض مره اللي فوق بعدين اللي تحت بتحط بيناتهم مو، بيطلع نومبر ريال العادي، في يكون نومبر بوزيتيف وفي يكون نومبر نيجاتيف. اوكي، بس نحن هلا لنتاكد انه مشي حالكم بالانتجرال، بكره اللي بدي اعمله بدي حل ارجع هي الابلكيشن يعني، هي تبعت لكم اياها هلا، قلت لكم هذا فاضي فيه هولي في ويت بارتي، هولي على نسق هولي حلناهم هلا يا هول كاتين بالتنين لليوم. اوكي، فهيك بنكون خلصناهم، والاسبوع الجاي بنشتغل انتجرال ديفيني، وبنشتغل طبعا ان شاء الله اللير. ماشي ماشي استاذ، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، يعطيك العافيه.